نعم، هي مرحلة الحقيبة حقيقة هي مرحلة في داخلها في أكثر من مساق أو أكثر من خط. يعني الخط اللي فيه ناس والضردي خط براهو، واللي فيه خليل فرح دي مدرسة ثانية أو خط مختلف تماما. الفرق شنو بين الاثنين يا دكتور؟ هناك في بتلقى أنه الفلسفة بتاعته مختلفة، يعني هو نجا في اتجاه الوطنية أكثر لو لاحظنا. نعم. وحتى الناس غناه لو لاحظنا ما قادرين يصنفوه مع الغنى بتاع الحقيبة، برغم أنه كان في نفس الفترة. في نفس الفترة. نعم. عندنا مثلا فضل المورة زنجار في الثلاثينات 36 لما تغنى برضه هو غنى في نفس الإطار، لكن ما بتقدر أنت تصنف غناه اللي هو بادر بيه واللي غنى لناس أبو صلاح وغيره غنى حقيبة، بما أنه فيه ناس سودان الجو والجدان الغنى الوطني وكده. وهو كان بدأ أصلا بنقل غنى السباتة من البنات، نقلوا من الحيشان للعامة. نعم، للمدينة. كان هو غنى محصور للمرأة. نعم. هو نقل المسألة دي، وده برضو خط كان آخر. في الفترة بتاعت الحقيبة. نعم، في نفس الفترة. يعني فترة الحقيبة فيها أكثر من مسار. أكثر من مسار. نعم. نعم. فنعم. طيب نحن نعم فضل هيثم. نحن ممكن نأخذ مثال لزنجار. أيوة. اللي هي بتقول غالي عليها يوم غالي علي حبيبي، غالي عليها يوم غالي علي حبيبي، يا يوم شن قال لي مال هراج وعلي داير النجاح لي علشان فاخر بي ربا، ولا زنجار. نعم. هذه الاغنيه اللي في غالي عليها يما هي بصوت بلسان امراه او بلسان بنت، فده ده نسق ثاني كان قائم في المدينه. نعم. بذاته وهو سال العامه. ايوه هو نقلها نقله كبيره جدا وكثير جدا من النماذج اللي نقلها. غير كده اي شاعر له لونيته له المفرد الخاصة به، وكنت أتمنى أنه أخونا مختار يكون حاضر في انتظار إن شاء الله عشان يدينا إضاءات أكثر في الجانب ده. نعم، إحنا متوقعين حضوره في أي لحظة. نعم. طيب هيثم، إحنا عايزين مثال، يعني أنت جبت لنا مقطع من أغنية. نعم. عايزين أغنية كده كاملة للاتجاه الثاني في فترة الحقيبة. طيب إحنا ممكن برضو في الاتجاه الثاني مثلا نقوم ناخذ منه نظرة يا السمحة معين، لو كان قليل يبري الشجن أعرف صفا الأيام وفيك. ناخذها نشوف برضه هو بيقول فيها شنو. يعني الناس دي طبعا الناس عجيبين شويه، ناس الحقيبه دي. نعم تفضل. صفا الأيام وفيك أنظر جمال.
عليك والوجن يا الفخت يا عروب والرطن أعرف صفان في جوف من حب قطن ربنا يديها الصحة والعافية.